اخبار الوضع الامني في المحطه؟ الحمد لله نعم استاذ، زي ما انت شايف المحطه مهمله بشكل كامل في لحظه الدخول الواجب حتى وصول المحطه. جميع المحاور الامنيه تتوقف الخدمه تم التنسيق فيها مع وزاره الشؤون الاقتصاديه والعماله والاداره العامه تنسيق مع وزاره الداخليه. الحمد لله احنا بنبتدي اهم الراتب في لحظه دخوله مروره على جهاز كشف الكاميرات الاسريه، يتم فحص عقائبه، يتم وضع ستيكرز تم تنفيذ خطته لاول مره السنه دي، موجود مجموعه من الكلاب البوليسيه وكلاب المفرعات المتواجده داخل المحطه في حاله مرور دائم مع الحمايه المدنيه. في بعد كده عندنا واحنا قلنا النظام ده معمول في محطه مصر في حوالي 99 كاميرا تقريبا متواجدين بيصوروا على محور 360 درجه جميع الاماكن داخل المحطه مرفوعه على كاميرات. في عندنا خدمات بتتابع هذه الكاميرات وتكتب الملاحظات وتعرضها علينا في وقته، إذا كان في أي تجاوز أو أي شيء بنخطر فورا ويتم التحرك عليه. نيجي للقطارات اللي بتطلع من عندنا، طبعا مهملة تقريبا كامل خدمات خارجية فيها ضباط وفيها أفراد نظام البحث بيتم تأمينها وإن شاء الله الأمور تبقى ماشية على خير. عدد الركاب التقريبي للوجود في المحطة تقريبا يعني أعداد يحسب عدد الحالات في كل مرحلة، الأعداد طبعا كبيرة. محطة مصر طبعا محطة القاهرة توصل الاعداد في فتره ما مليون و300,000 في اليوم، كانت بتوصل لكده مع مراحل التشغيل النهائيه ان شاء الله. نتمنى احنا الكلام ده كله ما تعبناش ولا حاجه، احنا بنهتم براحه الراكب، بنهتم بتامين الراكب، ان شاء الله تكون الفتره اللي جايه خير وامان على